الآن ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ أحمد فراسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية. أهلا بك أستاذ أحمد. يعني بعد 140 يوما من الحرب لم يصل إلى قطاع غزة سوى 13,000 شاحنة من المساعدات من أصل 85,000 شاحنة كانت تصل بشكل اعتيادي للقطاع قبل الحرب. الجميع يعلم أستاذ أحمد حقيقة الوضع الإنساني خصوصا في محافظات الشمال من قطاع غزة. السؤال هنا، كيف تنظر الدول الأوروبية لما يجري خصوصا المنظمات العاملة في غزة والضفة الغربية على حد سواء؟ يعطيكم العافية. أظن أن يعني تنظر هذه الجمعيات طبعا بخطورة، ولا شك بأن الحالة الإنسانية والكارثة التي تجري وبالذات في شمال قطاع غزة يعني أصابت الجميع، والكل يدرك ما يجري هناك كما قلت حضرتك. ولكن بالتالي يعني نصطدم أمام حالة إما الإرادة والقفز عن حوادث مثل حادث 7 أكتوبر، أو لنصل إلى حاجز الإرادة الحقيقية لدى هذه الحكومات أو الجمعيات لفعل أي شيء. وإن أصبحت هناك الإرادة فإننا أصبحنا نصطدم بجدار القدرة والاستطاعة على تغيير شيء ومواجهة الاحتلال وقرار الاحتلال، إذ أن كل هذه الجمعيات والمؤسسات والحكومات بالتالي نشعر بحالة من العجز عندها بأنها لا تستطيع إجبار الاحتلال على إدخال قنينة ماء واحدة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يجسده الاحتلال ويتعمد أن يظهره للجميع بأنه هو صاحب القرار الأول، وأن بدون موافقته لا يمكن فعل أي شيء ولا إدخال أي شيء ولا إيقاف نار ولا حل دولتين إلى ما ذلك. وبالتالي هذه الحالة التي يتعمد الاحتلال على إظهارها يعني تصيب الجميع بالصدمة والإحساس بالعجز أمام ما يجري في قطاع غزة وعدم القدرة على فعل أي شيء وإنقاذ حيوات الناس هناك. هذا بحد ذاته يشكل خطورة كبيرة، ويعني حالة تصيب أيضا المنظومة الدولية والقانون الدولي وحقوق الإنسان بعدم قدرتها على إجبار الاحتلال على فعل شيء. طيب أستاذ أحمد، ما أهمية التصريحات الأوروبية في جلسة محكمة العدل الدولية وتلك التي تطلق بشكل موازن، لسيما تصريح دولة مثل إسبانيا التي رفضت إرسال أسلحة لغزة، أو ألمانيا التي نددت بخطط الاستيطان المتواصلة هناك في الضفة الغربية المحتلة؟ نكون موضوعيين. أولا، ما يجري الآن في محكمة العدل الدولية هو منفصل عن قضية الجينوسايد، الإبادة الجماعية يعني، وكان طلب عقد هذه الاستشارة أو الذهاب إلى هذه الاستشارة منذ أكثر من عام أو عام ونصف تقريبا إلى ما ذاك. وبالتالي الحالة مختلفة سياسيا. الأوروبيون أغلب هذه الحكومات تعمل أو توافقت، وبالذات خلال الاجتماعات الأخيرة لوزراء الخارجية الأوروبيين وفي القمة الأوروبية الأخيرة كان هناك شبه توافق، ولم يستطيعوا الخروج بإجماع أوروبي لدعم حل الدولتين. ولكن أغلب الدول الأوروبية هي مع حل الدولتين، هي ترفض الاحتلال، ترفض الاستيطان، ولا تستطيع تشريعه حتى أو شرعنته حتى يومنا هذا، لا تستطيع الموافقة على الاستيطان والاعتراف به. وبالتالي ما من تبعات هذا الاستيطان وتبعات هذا الاحتلال. ولكن يعني الخطب السياسية الرافضة للاحتلال والمعترفة بحدود 67 ووجوب إقامة الدولة الفلسطينية، هذا خطاب سياسي الذي عجزت أوروبا على مدى أكثر من 30 عاما على ترجمته على أرض الواقع. يعني لا الاتحاد الأوروبي كتكتل جيوسياسي ولا دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء استطاعوا يعني تخطي الخطاب السياسي إلى ترجمته إلى فعل على أرض الواقع. هذا ما كنا يعني نشكو وكنا نعترض ونطالب ونخاطب إلى ما ذلك، بأنه كان يعني قبل 7 أكتوبر كان لابد من اتخاذ آليات عمل. اليوم
حتى كل هذا الخطاب الرافض للاحتلال، كل هذا الخطاب الذي يرفض الاستيطان وتبعاته، نعم يعني يظهر علينا، يخرج علينا نتنياهو ودولة الاحتلال وتعلن عن بناء 3000 وحدة سكنية استيطانية جديدة. هذا الإعلان ليس فقط من أجل إعلام الآخرين بأنه سيبني، وهي يعني مسألة يعني بروتوكولية، وإنما هو تحدي واضح مرة أخرى، ولإظهار حالة العجز عند كل من ينتقد سياسات نعم الاحتلال ووجود الاحتلال. طيب، في ظل تفاصيل الحياة اليومية وحرب الإبادة الجماعية التي تتواصل ضد الأهالي في قطاع غزة، هل تتوقع وجود مؤشرات إيجابية بالفعل لإنهاء هذه الحرب مثلا، أو أقله عقد صفقات إنسانية مثلا؟ يعني هذا يتعلق بالحاجة الماسة لدى الطرفين، يعني إن كانت المقاومة الفلسطينية هي بحاجة أيضا لهدنة وبحاجة لتتوقف المجازر والجرائم ولتنقذ حياة الناس ولتدخل المساعدات الإنسانية، ولكنها أيضا بعد كل هذه التضحيات ترى بأنه لا يمكن العودة إلى حتى ما كنا عليه قبل 7 أكتوبر، نعم ويمكن تفهمهم بذلك، وهذا صعب جدا بعد يعني بعد كل هذه الخسارات أن نعود إلى 7 أو إلى 6 أكتوبر مثلا، فهذا يعد كارثة، هذا يعني الاستمرار بحصار قطاع غزة، هذا يعني الكثير الكثير. ومن ناحية أخرى الاحتلال يعني صعد كما نقول هذا المصطلح، صعد إلى الشجرة ووضع أهدافا عالية، هو أراد حتى ما أبعد من هذه الأهداف نعم الوصول إليها، إلى المنطقة بأكملها، ويريد الوصول إلى السيادة الصهيونية على كل المنطقة، وأن يكون الشرطي الاستعماري الأوروبي والأمريكي في المنطقة. ولذلك يعني اليوم، وإن عدنا إلى الهدفين المعلنين، الإفراج عن كل الرهائن والإنهاء أو الإنجاز على المقاومة الفلسطينية وبالذات كما يقولون حماس، فيعني هذه الأهداف أصبحت حتى بالنسبة للاحتلال بعيدة المنال، وهو مازال مصر. فإذا من يتنازل؟ من يتراجع خطوة إلى الخلف؟ وما هي الحاجة؟ يعني ما الذي يجبر إسرائيل اليوم دولة الاحتلال على التراجع؟ نعم إذا لاحظنا يمكن هناك الضغوطات الدولية السياسية، ربما بعض المواقف الناقدة لدولة الاحتلال، الضغط الأمريكي وهو المفتاح حقيقة، ولكن لا يوجد هناك من يقوم بخطوات حقيقية ممكن أن تكلف الاحتلال أثمانا باهظة تجعله ينسحب أو يعود إلى الخلف. يعني ولذلك هو يستمر بهذه الجريمة، يعني نلاحظ المحيط العربي، نلاحظ الرسمي، نلاحظ الخطابات الأوروبية، العجز الأوروبي عن الخروج بموقف موحد، عن إدانة لهذه الجرائم. هذه واضحة أستاذ أحمد أكيد، لكن هناك صور تكشف عن اعتقال أطباء ومدنيين تحديدا من منطقة تل الزعتر شمالي قطاع غزة وسط مجازر بفعل القصف، فضلا عن قصف متقطع كما تعلم يعني يستهدف مدينة رفح التي تؤوي ما يزيد عن 1,200,000 نازح. السؤال هنا، ما أهمية تكثيف الجهود والتدابير الدبلوماسية؟ يعني لابد من هذا التوجه الدبلوماسي والسياسي والمفاوضات، هذا خط، ولكن بالوضع الطبيعي وكما تقوم به دولة الاحتلال أو تقوم به دول أخرى مثلا، بالوضع الطبيعي يكون هناك يعني عمل بالتوازي، ولكن يعني صراحة بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين في هذا الشق، يعني لدينا معضلة بأن من يذهب إلى التفاوض هو أيضا يعني هي قطر وتركيا أو قطر ومصر، ولا يذهب الفلسطيني، ولذلك يعني لدينا مشكلة أريد أن أصل إليها، وهي كان من المفروض بأن تكون هناك المقاومة الفلسطينية، على وهو ليكن الجيش الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال، نعم وهناك تغطية سياسية من الرسم الفلسطيني الذي يستغل كل هذه التضحيات وكل هذه الإنجازات نعم والمخاسر ليذهب ليتفاوض وليحقق أكبر عدد، أكبر يعني حجم ممكن من نعم الإنجازات.
ولكن هذا يعني لا نمتلكه نحن، وبالتالي يعني هناك مفاوضات، هناك تدخلات، هناك ضغوطات. باختصار إذا لو سمحت. لابد من الحالة من الحراك السياسي نعم. والدبلوماسي، ولكن كان من الأفضل لو كان طبعا وطنيا فلسطينيا حسب مشروع وطني واضح المعالم للشعب الفلسطيني. أحمد فراسيني منسق المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات الدبلوماسية، كنت معنا عبر سكايب من بروكسل، شكرا جزيلا لك.